في الأيام الأخيرة رضا ورغدة اختفوا على الانستغرام وعلى الستوريات، مبقاوش كيبانوا مع المشتركين الآخرين كما ولفنا عليهم ولاو شبه ما كاينيش، زائد أنهم بدلوا صور البروفيل ديالهم وردوا اللون ديالهم أسود، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يتخلعوا عليهم ويتسحبوا ما شطرت لهم شي حاجة ولا راه كاين شي خلاف بيناتهم. ولكن كل ما في الأمر أن رضا ورغدة كيصوروا وكيوجدوا فيديو جديد باش يحطوه في يوتيوب، وهنا كان الذكاء ديالهم بجوج، حيث انهم حاولوا يلعبوا على العقل ديال بنادم بدوك الالوان اللي داروا، وهادشي كامل باش يخلقوا جدل كبير بالمتابعين ديالهم ويسلطوا الاضواء عليهم وباش كلشي يتسنى يخرجوا بشي حاجه جديده، في حين هما كيخدموا وكيوجدوا الجديد، وهذه كتعتبر من الطرق اللي كيديروا بزاف ديال المشاهير وكتكون فعاله. وباش تاكدوا من هادشي اللي قلت لكم، فراه في اللايف ديال هشام وعادل عيط سامي في تليفون وقال لهم حنا كنصوروا فيديو مع رضا ورغدة، اي انهم كيوجدوا شي فيديو جديد. عيط لك باش تصيفط لي تصاور سامي حنايا لايف، دير 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 اوت بالال مين ما تقول والو انا لايف، وقول شي حاجه في اللايف يا قول. الو ها النيميرو صاحبي قول شي حاجه في اللايف، وخر بدي لك مشكل كما ديك النهار، قول شي حاجه في اللايف. في اللايف يا انا قاعد نصور الدابه كما انتم تقولوا مع رغده وريفا في فيديو بيبي، وبعد تصورنا مع عادل ونحبكم الناس اللي قاعده تفرش اللايف وتوكل عادل. سمعتوا رغده وريفا شنو يديروا؟ يصوروا وانتم تحوزوا عليهم وما راهم يخدموا لكم جماعه من تحت لتحت. يلا انا زين باي. وزائد انهم بانوا في احد ستوريات المشتركين وكانوا بخير، يعني راه ما طرا لهم والو. لا ما تنسى تعلم شيء. شكرا اليو. وهنا غنكونوا وصلنا للاخر ديال لا فيديو هادي، الا عجبكم ما تنساوش تابوناو في لاشين باش تكبر لا فامي، تبارطاجيو مع صحابكم وتخليو ليه لايك ودخلوا تشوفوا كاينين لي فيديو الاخرين ديال رغدة ورضا، كاينين لي لايف ديال المزعبي ديال جواد قنانة. المهم ضربت ليلى فلاشين، الى عجبتكم بارطاجوها مع صحابكم، دخلوا عندي الانستغرام غادي تلقاو ليا ديالو في الديسكريبشن، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.